هذا يقول أنه ناوي للاعتكاف في هذه العشر، فهل يجوز لي الخروج من المسجد الحرام لأجل الفطور خاصة وأن الفندق بعيد؟ أمر الفطور سهل، تأخذ معك تمرات وتأكلها إذا أذن وتشرب من زمزم، ولا يبقى إلا العشاء. العشاء ما في مانع تطلع وتعشى وترجع، إذا كان ما في أحد يجيب لك العشاء في مكانك فلا مانع تخرج بقدر الحاجة تعشى وترجع. أما الفطور ما يحتاج إلى خروج. العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21، إذا غربت الشمس في ليلة 21 بدأت العشر الأواخر.